بعد كده هنعمل راب لذيذ جدا جدا، هو فكرة من أفكار الساندوتشات، بس احنا هنعمله بشكل كده لذيذ ومختلف، وينفع للكبار وينفع للصغيرين. كل الحاجات اللي قدامي دي اختيارية تماما، يعني أنا عندي هنا عيش تورتية، أنا ما عنديش يا أمير عيش التورتية أو العيش التورتيلا أو العيش المكسيكي، بيجاب من عند السوبر ماركت، مش موجود في السوبر ماركت اللي جنب البيت. أجيب عيش لبناني، أجيب عيش شامي، أجيب عيش بلدي، يعني ما تأزموش الأمور. طيب أنا عندي هنا حمص مهروس، مسلوق ومهروس طبعا، يعني ما عنديش أو مش بحبه، هحط بداله إيه؟ أحط بداله أي حاجة أنتوا بتحبوها، جبنة، لبنة، نفس الكلام بالنسبة لبقية الحاجات، ملح وفلفل وليمون وكمون، أوراق من السبانخ، ودي مهمة جدا جدا، والولاد هياكلوها جوه الراب ومش هيحسوا إنها سبانخ. عندنا كمان فلفل ألوان. عندي حشوة تانية هعملها مع الأفوكادو والفراخ المشوية أو المسلوقة المتبقية، فهناخد نسرتين كده هوت نحطهم. مفيش فراخ، أحط أي حاجة تانية، كولد كاتس تركي مدخن، أحط لانشون، أحط سوسيس، ما أحطش خالص وأخليه نباتي بس، مفيش مشكلة خالص. دورة مسلوقة ومهروسة وملح وفلفل. نرجع تاني ونقول أي حاجة من الحاجات اللي قدامي مش متوفرة في البيت نستبدلها بأي حاجة موجودة، يعني من أزمش نفسنا، اللي موجود هنستخدمه. تمام، هنطلع العيش ونبتدي نعمل كده واحد وواحد من الأفكار دي اهو. طبعا كنت عاملة في يوم من الأيام التركي راب، والتركي راب ده من أول الحلقات ليا على السوشيال ميديا، وكمان أول حلقاتي على سفرة كان فيها التركي راب ده. أنا مش عايزة أقول لكم بس الناس عملت فيا إيه وقتها، يعني مش عايزة أتذكر، مش عايزة أتذكر هم عملوا فيا إيه. حاجة وحشة جدا، آه والله بهدلوني معدلوا إيه يا لهوي. بحكي لك بعدين بقى، مش هقدر احكي لك دلوقتي. مش هقدر احكي لك دلوقتي عشان برستيج وكده. يعني ملح وفلفل، يبقى ذره وافوكادو وملح وفلفل. لا دلوقتي الحاجات دي بتاخد ضجه، لكن وقتها ما كانتش، كانت بتاخد ضجه بس من الناحيه الثانيه. وادي شويه الفراخ اللي متبقيه من قبلها بيوم، ولفوا كده يا حبايبي. نعمل واحد تاني من التركيبة التانية، ناخد شوية حمص. حمص من الحاجات المفيدة جدا 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 اهو، وبيشبع على فكرة، يعني بيقفل كده الفترة. ادي الحمص طبعا، ملح وفلفل برضو، خفيف خفيف يعني، يا دوبك كده يدي النكهة المطلوبة. ناخد السبانخ، دي مش السبانخ البلدي، السبانخ البلدي لسه مش موجوده في السوق، بس احنا بنديكم الفكره ان شاء الله عبال ما نخش بقى المدارس وكده هتكون كل حاجه يعني شتوي بقت موجوده اهو. تمام، وبعدين نلف كده. عايزين برضو تحطوا فيها فراخ؟ ممكن طبعا. مش عايزين؟ خلاص.